من أجل تبادل العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، هبطت الطائرة السعودية في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية محملة بالمساعدات الطبية المقدمة لوزارة الدفاع، بحضور السفير السعودي في العراق وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين لكلا البلدين الشقيقين. اليوم تشرفت مع أمر الجيش وسعادة النائب قتيبة جبوري ووكيل وزارة الصحة في استلام أول شحنة مساعدات تصل من وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، عبارة عن أدوية ومواد طبية ومستلزمات يحتاجها الجيش العراقي، وهذه بادرة خير إن شاء الله لعلاقات أفضل ومؤشر جيد على حسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق. الشكر والثناء للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا وبالأخص وزارة الدفاع السعودية على هذه المبادرة القيمة التي اليوم كل دول العالم تعاني من جائحة كورونا، فبالرغم أن المملكة العربية السعودية أيضا ليست بمعزل عن هذه الجائحة تبادر بهكذا مبادرة طيبة لإسناد الجهود العراقية في التصدي لهذا الوباء في العراق، سواء كانت هذه الجهود مدنية ممثلة بوزارة الصحة أو عسكرية ممثلة بمديرية الأمور الطبية التابعة لوزارة الدفاع. وهذه المبادرة هي محل تقييم لدينا، محل تقييم كبير، والمملكة العربية السعودية دائما على مر التاريخ عودتنا على مثل هكذا مبادرات كريمة. ومن خلالكم أقول ليس للعراق إلا الحظ العربي، ولا يستطيع العرب أن يستغنوا عن العراق. معاون رئيس أركان الجيش للإدارة ومدير الأمور الطبية ثمنا دور المملكة العربية السعودية في إرسال المساعدات الطبية، وتعد هذه الخطوة بغية تعزيز أواصر العلاقات المتينة بين البلدين، خصوصا في الجانب العسكري والإنساني. بدءا أتقدم بالشكر الجزيل إلى المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع السعودية، وكذلك إلى سعادة السيد السفير والحضور. نشكر المبادرة اللي قدمتها أو قدمها الجيش المملكة العربية السعودية الشقيق لمساعدة المديرية الأمور الطبية ببعض المواد الطبية، وإن شاء الله هذه تكون فاتحة خير لتوسيع هذا التعاون من خلال مذكرة تفاهم. نأمل أن تعقد بين الجيش العراقي وجيش المملكة العربية السعودية الشقيق لتطوير في مجالات الطبية ومجالات الفنية وكذلك في مجالات التدريب. فشكرا جزيلا لهذه المبادرة. تشرفنا اليوم بقدوم وجبة كاملة من المساعدات الطبية العاجلة لعلاج جائحة كورونا من قبل المملكة العربية السعودية إلى القوات المسلحة الطبابة العسكرية. تعتبر هذه البادرة الأولى لفتح أواصر التعاون المشترك بيننا وبين المملكة العربية السعودية، وبالأخص الصنف الطبي بين مديرية الأمور الطبية العسكرية ومديرية الأمور الطبية للمملكة العربية السعودية. هذه البادرة رقم واحد، وإن شاء الله لن تكون الأخيرة، وأنها بادرة ليست بالمساعدات وإنما فتح أواصر التعاون المشترك التدريبي والتعاون الطبي والصحي من كافة جوانب والنواحي الطبية والعلمية. تندرج زيارة وفد المملكة العربية السعودية إلى جمهورية العراق ضمن مساعي البلدين في تحقيق العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية. من قاعدة الشهيد محمد علاء، الملازم مصطفى علي لإعلام وزارة الدفاع.